زار وفد من المفوضية لإقليم كردستان لوضع اللمسات الأخيرة على الجاهزية التامة لمدن الإقليم للحدث الأبرز هذا العام. بعد زيارة إلى مدينة أربيل، عقدت المفوضية العليا للانتخابات بحضور رئيس الدائرة الانتخابية ونائب رئيس مجلس المفوضين مؤتمرا للوقوف على آخر المستجدات التي تخص العملية الانتخابية استعدادا لها. ما يتعلق بقضية التثبت من عدم التأثير على نتائج الانتخابات باستخدام هذه المنظومة، هذه المنظومة متكاملة ومؤمنة بشكل كامل، ولا يمكن إدخال أي USB أو SD-RAM لهذا الجهاز، لأنه الجهاز بذاكرة داخلية، فضلاً عن USB وSD-RAM خاص موجود داخل الجهاز ومقفل من خلال قفل لا يمكن التحكم به إلا من خلال مدراء المراكز أو مراكز الاختراع اللي موجودين، بالإضافة إلى ضمان وجود المراقبين الأحزاب السياسية والتقارير التي سوف يصدرها الجهاز. إلى ذلك، أكد معتمد المسوي عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات على أن جميع الأمور اللوجستية والإمكانية قد جهزت لتأمين عملية الاختراع، والتي من المقرر أن تجرى في 12 من الشهر القادم. هناك حقيقة من يتهم المفوضية أو هناك من لديه قلق تجاه هذه الأجهزة. المفوضية ومنذ وقت مبكر أعلنت عن عزمها على إدخال التكنولوجيا الحديثة في الانتخابات المقبلة من خلال استخدام أجهزة إلكترونية حديثة. هذه الأجهزة هي طبعا جهاز العدوى الفرز الإلكتروني اللي هو البيكوز، طبعا هو مرحلة ثانية مكملة للمرحلة الأولى اللي استخدمت في انتخابات مجلس النواب العراق 2014، وهو جهاز عدة التحقق. هذا ومن المقرر أن تستمر المفوضية العليا للانتخابات بجولتها التي تشمل كل من دهوك والسليمانية وصولا إلى الموصل تباعا. لقناة الفلوجة، مهند محمود، أربيل.